اروي عطشك اروي عطشك في اروي عطشك اليوم باش نعطي غوسيت نتاع سيترونات. يقول قايل فتحية سيترونات شكون ما يعرفش يعمل سيترونات؟ اما حلاها كي تنجم تعملها حتى قبل شقا الفطر بطريف، معناها فيت في ساهل ما في حتى شيء، ماني حتى برطي القارص نعملو ديبسة نشيخو به في شقا الفطر. والقارص اللي جا توا رخص بالقدي صحار. دونك كيما قلت لكم رطل القارص غسلته بالقدي، قصيته مربعات وطيبته في الماء 25 دقيقة. انت تعرف فتحية اللي القارص كيف نطيبوه في ماء سخون ولا حتى نفخوه في ماء سخون يعطي اكثر سيترون. دونك كيما قلت لكم خليت رطل القارص غسلته قصيته مربعات وطيبته في الماء 25 دقيقة، وبعد هيك كبرد في صحتيته في الميكسر رحيته تك تك تك، وبالماء اللي طاب فيه رحيته، معناه مش نحيته من الماء ورحيته، بالماء اللي طاب فيه رحيته بيه فوالا، بالماء اللي طاب فيه. ومن بعد كصفيته وزدت له الماء، حكيت إترا ونص في الرطل اللي أنا استعملته في الكل، دونك حكيت إترا ونص وزدت 250 غرام سكر كما تحبوا أنتوما، وزيت زوز ساشيات سكر فاني. وكان هكا عندي سير بالحق بني، معناها مسلسة دي ما نعمل السيترونات أنا هو ني، معناها يا اما بالسونتري فيجوز نحط كعبه القارص تهبط لي منها قشور ومنها سيترون، يا اما معناها كيما مسلسي نعملوا سيترونات. اما الحكايه ذي نتاع التنفيخ في الماء السخون ونتاع اني طيبته المره ذي 25 دقيقه عطانوك اخرى للسيترونات. دونك سهله على الاخر كيما قلت لكم برطل القارص اليوم من با 3 ولا 4 كعبات تشيخ، تعمل إترا ونص تتفردوا بيت تحطوا كعبات غلاسون وتتشال تحط قدام التلفزه. وسيرتو كي تبدا كي يبدا اي فتحيه سيترونات سنيني عاد اي تو اذي تو فتحيه تو باش تبدا تشال سيترونات بارده وتحطها في كيس ويعرق في الكيس هذاك، وزيد معاها كعبات لوز اخضر من فوق. شفتها لمسه اللوز هذه فتحيه غلبتيني فيها وخايتي خاطش قويه وقايه اللوز الاخضر. اي انا نموت عليه مع سيترونات ياسر بنين روعة مع سيترونات غير السيترونات بنين اللوز الأخضر. دونك كانت هذه اليوم اروي عطشك، تحبوا معاك اروي عطشك اروي عطشك.